في دعاء مكارم الأخلاق للإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، مر علينا في البحث السابق هذه الجملة: اللهم وفر بلطفك نيتي وتقدم بعض الحديث في ذلك، ولكن باعتبار أن النية من المسائل المهمة جدا ينبغي أن نقف وقفة أخرى على كلمة النية. وفر بلطفك نيتي، تقدم أن وفر بمعنى صن يعني احفظ، وبمعنى كمل. النية بحاجة إلى الصيانة، بحاجة إلى الحفظ. الإنسان على ما هو عليه من ضخامة الطاقة التي أودعها الله في نفس الإنسان، مع ذلك كثيرا ما هذا الإنسان ذو الطاقة الضخمة يضعف عن حفظ نيته. اللهم أنت وفر، أنت صن، أنت احفظ. وهذا الإنسان ذو الطاقة الضخمة اللي أودع الله فيه أضخم ما خلق من الطاقات في هذا الإنسان، وأقوى ما خلق الله من الإمكانات، هذا الإنسان كثيرا ما يضعف عن الصعود في النية إلى الدرجات الأعلى، إلى الدرجات العاليات. إلهي أنت كمل، أنت اصعد بي. اللهم وفر بلطفك نيتي. النية إطار العمل، العمل لا لون له، مثل الماء الشفاف اللي ماكو أجزاء ترابية أجزاء أخرى في هذا الماء، لا لون للماء. إذا فد غلاف صافي صافي وفد ماء صافي صافي موجود إلى نصف الغلاف، وحركة هم ماكو، تموجة هواء تموج شي ماكو حتى يحرك الماء، الإنسان ما يقدر يبصر بسهولة وين حد الماء لأن لا يرى. الهواء نفس الشيء، نحن محاطون بأطنان وأطنان من الهواء، ومن بصر من شفاف. العمل هم نفس الشيء، أنا أدرس دراسة هالشكل، أدرس هالشكل، أكتب هالشكل. النية تخلي اللون لهذا العمل. أنا هذا التدريس بأي داعي أدرس؟ أصعد المنبر وأخطب بأي نية، بأي داعي؟ واحد سب الإنسان، الإنسان يحلم عن حلم صعب، ولكن الأصعب من نفس الحلم تأطير هذا الحلم بنية إلهية، هذا أصعب من نفس الحلم. ليش أستعمل الحلم مع من يسبني؟ لكي أقوي مركزي بين الأصدقاء، لكي أعلن للناس أني قوي العزيمة، قوي الإرادة، أو لأن الله يحب الحلم أنا أحلم. النية تعطي لون للعمل،
لا عمل إلا بنية. أحاديث متعددة. صاحب الوسائل رضوان الله عليه في مقدمات الوسائل ذكر بعض هذه الأحاديث. لا عمل إلا بنية. لا عمل يعني شنو؟ هذا مو نفي الحقيقة. عمل يعني عمل إطعام مسوي. هذا إطعام، هذا مو عمل إطعام. دارس دراسة، صاير مجتهد، فحل قوي، المعمل 20 سنة 30 سنة، سوي حسينية، هذا المعمل بنى مسجد، هذا المعمل هيأ فتح خطاب موجب لمدح الناس له، خطاب كامل شامل جامع من جميع الجوانب، هذا المعمل حديث يقول لا. شنو يريد ينفي؟ نفي الجنس. هم عندنا لا النافية للجنس قارين بالأدبيات، ولا المشبهة بليس. قد يكون نقول لا عمل مبني على الفتح اسمه لا النافية للجنس. قد يكون نقول لا عمل مثل ليس. لا عمل نفي للجنس، جنس العمل منفي عنه إذا ما إلى نية. النية يلون العمل، وهذا النفي حقيقي، هذا نفي اعتباري. فد واحد فد مدة تعب وألفت كتاب وجاب عندكم، قال أريد تكتب تقريب على هذا الكتاب، وجنابك رجل علامة كبير. شفت الكتاب شوية من أوله شوية من وسطه شوية من آخره، الرجال تعبان على نفسه سنة سنتين ومؤلف هذا الكتاب. رجع له تقول له هذا خو مو كتاب، ما عجبك تقول له هذا مو. يعني شنو مو كتاب؟ الكتاب الذي ينبغي أن يكون كتاب يقال له كتاب، ولا هو كتاب؟ كتاب يعني مكتوب، مو مكتوب، مكتوب. ويأتي يوم هذا لا عمل ينتشر بعدد أعمال الخلائق، كل فرد منا في حياته مئات الملايين من الأعمال عنده. العمل مو إلا منبر، إلا مو تأليف. كل نظرة عمل، كل نفخة عمل، كل استماع لكلمة عمل، كل لمس عمل، كل تفكر تأمل عمل. كل واحد يأتي مع مئات الملايين من الأعمال تجتمع عند الله. هاي لا عمل ينتشر بعدد مصاديق الأعمال إلا بني. وتتمة الحديث وإن كان الآن مو مورد بحثنا، ولا عمل ولا نية إلا بإصابة السنة. كتبوا في التاريخ، لابد شايفين أنتوا أهل العلم أهل المنبر، سماع الرواية حديث شريف أكو مجرد تاريخ مو ببالي الآن، إنه الرجال شهر الرجل شهر سيفه في وجه علي بن أبي طالب يحارب أمير المؤمنين. السلام عليك يا ميزان الأعمال، ميزان الأعمال. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يزن أعمال الناس بعلي بن مو ميزان، يعني هاي الكفتين اللي من الصفر من الحديد من الكلام،
ميزان الأعمال، هذا شهر سيفه في وجه ميزان الأعمال، وكفر أمير المؤمنين والعياذ بالله، وفسق أمير المؤمنين والعياذ بالله. ومع ذلك لما في حرب، في حرب نهروان، في حرب الخوارج، تاريخ أكو والحرب حاضية، واحد من هؤلاء أصيب بطعنة من رمح في صدره من هؤلاء الخوارج. لما الطعنة اجت في صدره، هذا شوية دفع صدره إلى الأمام حتى الرمح زين أكثر يدخل في صدره، وقرأ هذه الآية الكريمة: وعجلت إليك ربي لترضى. عمل عنده، نية هم عنده، أما إصابة السنة ما الله قال حارب علي بن أبي طالب، الله قال هذا ميزان الأعمال، هذا مع الحق والحق يدور معه. النية لون العمل، الإنسان في عمله في الأحاديث النية لون العمل، قبل العمل وحين العمل وبعد العمل، فرق ماكو. الفقهاء رضوان الله عليهم سهلوا علينا الأمر، قالوا النية حين العمل، نية غير الله الرياء، حين العمل مبطل للعمل، ولكن بعد العمل الأحاديث تقول أيضا هذه النية تؤثر العمل، ولكن الفقهاء قالوا لا تؤثر العمل. طبعا الفقهاء تبعا للروايات، استفادة من الروايات، هذه الروايات شو تصير اللي تقول النية إطار العمل لون العمل، يعني مضمون هذا، قالوا معناه مو بطلان دنيوي، مو أنه تجب إعادة هذه الصلاة، إذا بعد تمام الصلاة قعد منا ومنا وقال أنا خوش صلاة اليوم صلي، ذكر هذا وذاك حتى الناس يفتهمون أنا خوش إنسان، أنا نيتي زينة، أنا عملي زين. يقولون الصلاة مو باطلة، يعني مو واجب عليه إعادة الصلاة، ولكن الروايات لحد شنو معناها؟ الفقهاء قالوا جمعوا بين الروايات رضوان الله عليهم، سهلوا علينا وإلا الأمر رواية صعب، قالوا ما يسجل من المصلين، يعني هاي الصلاة اللي صلاها الرياء إن كان في وقت الصلاة هاي لازم يعيد بعض، مثل الصلاة بلا وضوء، مثل الصلاة مستدبر القبلة، مثل الصلاة مع النجاسة غير المعفوة والعلم بالنجاسة، هاي مو صلاة لازم يعيدها، إذا ما عادها أعادها في وقتها يقضيها بعد وقتها، وإذا مات على ذلك واجب على ورثته يصلون عنه إن كان عند ولد أكبر كذا، عن التفصيلات الموجودة في الفقه. أما إذا الرياء كان بعد تمام العمل، مو واجب إعادة الصلاة ولا واجب قضاء الصلاة، ولكن في قائمة أعماله هاي الصلاة مو موجودة، ما يشوف سواء مصح، ما يقول له ليش ما صليت، من صلي النية تؤطر العمل، تلون العمل، قبل العمل، وقت العمل، بعد العمل. النية مثلها مثل بقية الأمور. الإنسان يتعب تعب كثير، يألف كتاب سنة سنتين ثلاث، بعدين لأي أمر كان ما يعجبه، شخاطه وهذا الكتاب النسخة الوحيدة يحرقها راح خلاص،
ومخطوطة ويذبح بالماء. فد واحد من العلماء اللي توفي اللي نقل، وكان المرحوم شيخ محمد تقي تاج الدين موجود معي عند ذلك العالم، قال أنا ألفت كتب أكثر من 20 سنة. بعد 20 سنة شفت ما أريد هاي الكتب تبقى عني، مو من الوجه السياسية، من الوجه الدينية. وقال الكتب شنو كانت، ذاك العالم هم متوفى يعني. قال فكرت ايش اسويها، فكرت احرقها، تشكل هواية اسامي الله، ايات قرآنية وروايات، هذا الكتب اكو. جلت انطي الواحد يودين هاي الكتب في شاط، في مكان ماي بحر، في بير يذبهن. خفت لا يكون لا يذبهن، او اذا ذبهن بالماء فد واحد يشيل شي منه بعضه بعدين يبقى منه. وكنا نحن في بيته، في بيت ذلك. قال هنا اشار الى مكان من حوشه من بيته، قال جبت هذول اللي يحفرون بير، هنا حفر بير ما ادري بعد يوم من الايام حفر في البير كم متر نزل، مو بالمقدار اللي يوصل للماء. يقول بعدين راح قلت للعامل باكر تعال تطمه. يقول هذا العامل من راح على هاي الكتب، كتبي كلها ذبيتها هنا، وأخذ صندة المال فتشعات عليها، وبعدين التراب درت عليها وكان فرحان. 20 سنة، لعله قال أكثر من 20 سنة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل حقيقة مؤلمة، الإنسان يحترق جسمه بالنار يموت، مو هالقد مؤلم، يخلص ساعات يتألم أو لحظات يتألم، الإنسان تحت التعذيب يموت فترات، يموت تخلص، بس هذا ما يخلص. فجعلناه هباء منثورا، المفتاح بيد الإنسان، بس صعب مو سهل، ولكن بيد الإنسان ممكن. النية تؤطر الخطابة، النية تؤطر التدريس، النية تؤطر الإطعام. بالمستقبل جنابك صرت مرجع تقليد، النية تؤطر مرجعيتك. بالمستقبل صرت مؤلف قدير كبير، النية تؤطر عملك. صرت إمام جماعة، النية تؤطر عملك، تلون عملك. مو بالسنوات ولا بالأشهر ولا بالأيام ولا بالساعات، باللحظات، باللحظات. صلاة الواحدة أحيانا 50 مرة النية تصعد تنزل بها. ما أدري شايفين بال انعاشات الصحية بالسي سي يو، على الصراحة مثل مرضى القلب، مرضى الأعصاب، مرضى المخ، اللي يودون هناك يخلون عليهم درجات مقاييس لبيان صعود نزول ضربات القلب أو الأعصاب أو كذا. فأحيانا فد واحد يجي عند المريض يزوره، وهذا المؤشر يؤشر على انه وضعه النفسي طبيعي. هذا اللي يسولف له احيانا يسولف له سوالف مفرحه، مو
زايدة مو هواي شوية متناسبة متوسطة، هذا معتدل، هاي الشاشة معتدلة. أحيانا وهذا دا يحكي يسولف لي يقول له فلان مات أو فلان تمرض أو فلان شيء اللي كان عندك بالبيت ما حد ما كان بالبيت السارق اجى ودك، هذه مرة تشوفها هذا يفضل، هذا ايش صار؟ هذا هو قاعد عيونه رجل لسانه جسمه، هذا شي يسوي ويا روح الإنسان. هالشكل نية الإنسان تصعد تنزل، والصعد واللي يصعد النية وينزلها شنو يصعدها وينزلها؟ الهوى، الشهوة، الكذب، الأنانية، الغضب، حب الدنيا، حب المال، حب الشهوات، هالأشياء تصعدها وينزلها. اللهم وفر، صن واحفظ وكمل، قابل للكمال النية، قابل درجات كثيرة للنية. أكو في الحديث الشريف سؤال عن الإمام عليه الصلاة والسلام، الشخص 50 سنة عايش بالدنيا، 60 سنة، 100 سنة، 120 سنة، عبد الله بإخلاص بنية خالصة، 100 سنة، 120 سنة، ليش بالجنة ملايين السنوات يجازى؟ شنو 100 سنة ملايين السنوات جزاء؟ وذاك العاصي ذلك الظالم 50 سنة عصى، 100 سنة عصى، ليش ملايين السنوات في العذاب في النار؟ خلد أهل الجنة في الجنة بنيات، وخلد أهل النار في النار بنيات. هذا المؤمن جنابك لو الله ينطيك 1000 سنة عمرها، 2000 سنة، 10,000 سنة، ما تصلي؟ أكيد تصلي. ما تصوم؟ تصوم. ما تعبد الله؟ تعبد الله. بهذه النية خلدت في الجنة. وذلك البعيد، ذلك نعوذ بالله الإنسان الشقي في الدنيا، هذا العاصي لو 1000 سنة هم يبغى هم يعصي، لو 10,000 سنة هم يعصي. ينقل عن المرحوم شيخ عباس القمي رضي الله عنه صاحب كتب العديدة ومن كتاب مفاتيح الجنان، عنده فت كتاب هو كاتب بالفارسي، عنده كتب فارسي وعنده كتب عربية، أنا الكتاب كاتب بالفارسي باللغة الفارسية منازل الآخرة، كتاب جميل واسم على مسمى، يعني هو هذا منازل الآخرة، هاتان الكلمتان تعبران عن مضمون الكتاب جيدا وترجم أخيرا بالعربية أيضا، أنا شفت ترجم. شيخ عباس القمي رحمه الله ابن قم، وكان في قم أول عمره وفترة من عمره، وأبوه رجال عادي مو من العلماء، عباس ابن محمد رضا القمي، هو ابن محمد رضا أبوه كاتب عادي رجال خير مو. في هذا المسجد الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه أكو خطيب يصعد المنبر، أبو شيخ عباس القمي يحضر مجلس ذلك الخطيب ويستلذ من حكايات هذا الخطيب ومن مجلسه، شيخ عباس القمي قليل يصعد المنبر و عندما يصعد المنبر غالبا أو دائما أو كثيرا ما يأخذ كتاب بيده عن الكتاب يقرأ،
اما ما يحفظ او يخاف زيادة كلمة ناقصة كلمة كلام. فهذا الخطيب الشكل مو هواية مطلوب. احيانا شيخ عبد الكريم الحائري رضوان الله عليه يدعو يصعد المنبر في مشهد المرحوم سيدنا القمي رحمه الله يطلب يصعد المنبر في بيته، مو حرفته المنبر، ما يصعد المنبر ايضا. الرجل اللي في مسجد الامام الحسن العسكري يصعد المنبر من الخطباء اللي حرفتهم الخطابة والمنبر وخدمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من خلال خطابة. فأبو شيخ عباس القمي يحضر ذلك المجلس ويستلذ بالقصص والحكايات اللطيفة اللي ينقلها. ينقل أنه كم مرة الأبو قايل لابنه انت ليش ما تصعد من مقال شعبات القمي، ليش ما تتعلم شوية وتصعد من بار. هذا فت خطيب اكو فلان مثلا في مسجد الامام عليه الصلاة والسلام يصعد من بار وانا احضر والناس يحضرون، فت كتاب عنده عن هذا الكتاب يقرأ قصص لطيفة منبر لطيف عنده، انت ليش ما تصعد. الكتاب شنو هو؟ كتاب منازل الاقرى مال شيخ عباس القمي ابنه. يقولون شيخ عباس القمي ولا مرة قال له، ما قال له ابويا هذا كتابي اللي دا يقرأ وانت تحب مجالسه ومنافره، ما قال هذا. ما يصعب هذا اللي يقرأ. أنا أول مرة صار في يدي كتاب قدة الداعي لابن فهد الحلي رضوان الله عليه قبل تقريبا 30 سنة، قريب 30 سنة قبل. أنا سامع كتاب قدة الداعي وشايف ينقلون عنه ولكن ما شايفه. حصل في يدي هذا الكتاب في أول الليل، كان في أوائل الليل، كان واحد جاب لي هذا الكتاب. أنا أخذت السامع دي نقل عنه شايفه، حبيت الكتاب. ليش الليلة سهرت مع هذا كثير من هذا الكتاب. أنا قرأت وأحسست بتأثير مطالبه علي، سامعها وما شايف في الكتب اللي كانت في متناول، يعني من ناحية العلم ما ازددت علما من هذا الكتاب سوى جملة واحدة أقل من سطر، مو مهم بيان هذه الجملة، ولكن أحسست بتأثير هذه المطالب اللي ما كانت جديدة علي بتأثيرها علي، ولعل ذلك التأثير دام معي لفترة. أنا في نفس الوقت فكرت، عادة احنا طلاب العلوم الدينية متعلمين على نروح للجذور، شوف هذا جذر وين، هذا ليش هالشكل، شيء جديد ما حصلت. يعني كنت قاري الاشياء اللي هناك قريتها، قاري في الكتب الاخرى، قلت ماكو الا ان ابن فهد الحلي رضوان الله عليه وهو من اتقياء الفقهاء، أتقياء من نقول يعني تقي الأتقياء، صاحب الكرامات الناقلين عنه أشياء نادرة ولعلها مبتكرة ولعلها فريدة في تاريخ ابن فهد الحلي. أكل الله ربك.
أنا في نفسي لن أحسس، واحد يحس بتأثير على نفسه بحدسي، هكذا حللت هاي القضية. ماكو إلا أن المؤلف ابن فهد الحلي رضوان الله عليه عندما كان يخط هذه الكلمات كان بنية، بإطار جيد، بنية جيدة، بنية خالصة. هاي النية الخالصة كانت قبل مئات السنوات، ندرس 600 سنة قبل، 700 سنة قبل، هاي النية الخالصة كانت. وهذا اللي أنا قريته مو خط يد ابن فهد الحلي، هذا كتاب مطبوع كان، ولكن تلك الكلمات التي خطها ابن فهد الحلي وأخذوا نسخة على ذلك الخط وعلى ذيك النسخة نسخة أخرى وعلى ذيك النسخة، الكتاب راح للمطبعة وطبع هذا الكتاب، ولكن ذلك التأثير عبر مئات السنوات أثر علي. هذا الشغل النية مو شغل. انتوا اهل العلم ابحثوا في الكتب المكتوبه في الادعيه عبر مئات السنوات، بالمئات، وانا شايف بالعشرات منها مطبوع ومخطوط، شايف ليش هذا مفاتيح الجنان معروف. لعل الكثير من الشيعه اصلا ما يدري غير مفاتيح الجنان هم اكو كتاب دعاء يوما. مع احترامي وحسن ظني بكل المؤلفين في الأدعية، هذه لا تخلو من اسرار، لا تخلو من واقع الله. الكلام هذا هو حديث شريف ويؤيده الاعتبار على قول الفقهاء، الكلام اذا خرج من القلب وقع في القلب. نفس الملاك لعله في القلب. الكتابة قليلة كانت ساقية أهل المعصومين عليهم الصلاة والسلام، وإن كان تحريض منهم على الكتابة مكررا أكو. النية تعطي اللون. أحاديث مستفيضة متعددة لعلها متواترة، منها أكو رواية رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر بأن جماعة من المشركين يجون يريدون يهجمون على المدينة، رسول الله خرج مع جمع من أصحابه لصدهم لدفعهم، هناك وقع الصدام والقتال، بعضهم قتلوا بعضهم جرحوا بعضهم كذا. رسول الله صلى الله عليه وآله قال لأصحابه: أولئك الذين تركناهم بالمدينة هذول شاركونا في أعمالنا بنياتنا. رسول صلى الله عليه وآله مضمون الحديث يقول النبي قال: أنا قلت لهم ابقوا هنا، وإلا كانوا يجون يردون يجون. حديث آخر أكو أمير المؤمنين صلوات الله عليه في حرب الجمل لعل بعد انتصار أمير المؤمنين صلى الله عليه، واحد من أصحابه قال: يا أمير المؤمنين، يا رب أخوي كان موجود ويشترك ويانا. الإمام قال له: هواه معنا؟ قال: نعم. قال: شارك. النية هي الأساس في لون العمل، في أطار العمل. بأي نسبة، بأي درجة؟ الاختيار بيد الإنسان، ولكن الإنسان باعتبار أنه مكبل مشدود بحاجة إلى تأييد رباني، الله يؤيد، الله يأخذ بيده. ولا مناقشة في الأمثال، هذول اللي يتسلقون الجبال حبل يذب حبل فوق ويلزم ويصعد، الحبل ده يصعد والرجال ده يصعد، الرجال ده يصعد، ما
بعزيمته بعضلاته بأعصابه بيده برجله بفكره بتصميمه، ولكن يحتاج إلى هذا السنان، يحتاج إلى هذا الحبل. لو مو هذا الحبل على أدنى زلة في رجله سقط خلاص. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم عبر عن ذلك حبلان ممدودان، القرآن وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، حبلان ممدودان أحدهما لا يختلف عن الآخر، أحدهما لا يناقض الآخر، أحدهما لا يفترق عن الآخر. في الحديث رسول الله صلى الله عليه وآله بالنسبة للقرآن وأهل البيت جمع بين سبابتي هالشكل. عادة واحد من يريد يأشر على اثنين يأشر بالسبابة والوسطى هالشكل يسمى. شايفين واحد يمثل لشيئين هالشكل؟ نادر هذا. ورسول الله سيد البلغاء سيد الأولين والآخرين. أكو حديث لعله عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال النبي هالشكل سوى، يعني ماكو واحد أطول من الثاني، لا القرآن أطول من أهل البيت ولا أهل البيت أطول من القرآن، لا القرآن أقصر من أهل البيت ولا أهل البيت أقصر من القرآن. لو هالشكل كان مسوي واحد أطول من ماكو شيء القرآن يؤكد عليه أهل البيت لا يؤكدون عليه، ماكو شيء أهل البيت يتوجهون إليه إلا وجذره في القرآن. نعم القرآن أساس أهل البيت فرع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهما أكبر من الآخر وهو القرآن. أما اختلاف ماكو، زيادة نقيصة ماكو، افتراق ماكو، مو هالشكل. حتى هذا اكو شوية في مجال لهذا الاصغر مو موجود، لا. وين ما القرآن موجود اهل البيت موجود متواجد، وين تواجد لأهل البيت اكو القرآن نفس المكان. حبلان متوازيان متساويان ممدودان من عند الله إلى كل واحد واحد. أبو حمزة الثمالي كلكم تعرفون من خلال دعاء لحمزة في شهر رمضان، ولكن أبو حمزة عظيم عظيم. واحدة من حسنات أبي حمزة رواية هذا الدعاء. أبو حمزة الثمالي من المتيقن أنه أدرك أربعة من الأئمة عليه الصلاة والسلام، الإمام زين العابدين والإمام الباقر والإمام الصادق والإمام الكاظم صلوات الله عليه وسلم. وخلاف أكو في أنه هل أدرك الإمام الحسن والحسين، أكو قول وأكو رواية. وخلاف أكو في أنه هل أدرك الإمام الرضا عليه السلام أيضا قول أكو في هذا المجال. المسلم أنه أربعة من الأئمة أدرك، وعند الروايات حتى عن الإمام الصادق، الإمام زين العابدين، الإمام الباقر، الإمام الصادق، الإمام الكاظم، عنهم عند الروايات. في أيام الإمام زين العابدين أبو حمزة الثمالي شباب، وفي أيام الإمام الصادق والإمام الكاظم عليهما الصلاة والسلام كبير السن. وعند أولاد من خيرة الأصحاب ومن خيرة أولاد الخيرة، محمد وعلي أولاد اثنين كلاهما ثقتان. وعند حسين ابنه، وعند حفيد سبط ابن بنت هم حسين، وإن كان من الناحية العلمية والاختصاصية في الرجال
خلاف اكو في ان هذا حسين حسين واحد واثنين، علامة المجلسي وجماعة يقولون اثنين، هم ابن عند حسين وفقه هم ابن بنت حسين وفقه. هذا الذي انقله لكم الان يرويه الحسين هسه اما ابنه او ابن بنته. يقول ابو حمد الثمالي كان في البقيع، راكب على بعيره، بس يو جاي يقرا فاتحه يو جاي مده وهسه راكب على بعيره يريد يرجع، يو مستطرق. واحد اجى قال له رسول عن الامام الصادق عليه السلام، قال له ابو عبد الله يدعوك ابو حمد يريد يشوفك على عين. اجى عند الامام الصادق يقول لما دخل ابو حمزه على الامام الصادق قال له الامام الصادق يا ابا حمزه اني استريح اذا رايت. هذه كلمه شكد عظيمه. الامام الصادق مو امام البشر فقط، مو امام الملك فقط، مو امام الجن فقط، مو امام الحيوانات فقط، امام ما سوى الله. استثني الله واستثني بقيه المعصومين عليهم الصلاه والسلام اللي كلهم نور واحد، امام على البقيه، امام على البقية. يقول انا استريح اذا أنا وأنت ويا من نستريح. حقيقة كل واحد من عندنا بالمئات عنده أقرباء أصدقاء. ربما الآن إذا واحد يوجه لك هذا السؤال بمن تستريح؟ ربما لازم تفكر حتى تجاوب. من اللي 100% أنت تحبه، تحب أخلاقه، تحب نيته، تحب أسلوبه؟ من تستريح أنت؟ إمام المعصوم يقول لا، هذا ليش؟ أبو حمزة الثمالي هم واحد مثله ومثلك، بل في الأحاديث أكون نحن أهم من أولئك إذا كنا في مرتبتهم من العمل والنية، لأن أولئك رأوا المعصوم. ما شفنا، واللي شاف ووفق لزيارة صاحب الأمر صلوات الله عليه، زيارة خاطفة كانت، زيارة لحظات كانت، مو هذا اللي يقعد ويا الإمام الصادق ويقوم ويدري هذا كل الطاقات الكونية. إني أستريح إذا رأيتك. هذه إحنا زايد ناقص أمل عندنا، ولله الحمد صلاة نصلي، صوم نصوم، وين مستطيع حج يحج، دراسة ندرس، تدريس ندرس، كتاب نكتب، موعظة نعظ. يعني هسه بعض الناس هذه الاوليات هم شويه بعيدين عنها وصعبه عليهم، يعني لازم هم يصرفون جهد في سبيلها. اما هسه اللي عمل اكو خذ الاطار شويه، نصرف وقت، هم وقت ما يريد، يا ريت وقت تدريس وقت يريد، دراسه وقت يريد، تاليف وقت يريد، اما هذا وقت ما يريد، تركيز يريد، تصميم يريد، توسل بالله وباهل البيت. صدق هذا العمل اكو حديث صعب صعب صعب، يعني صعب في مقام العمل، في مقام التطبيق، ولكن اكو شايفين لعلكم قارئين لعلكم احفظ مني بنص وعبارة هذا، العمل الخالص مضمونه الذي لا تريد
أن يمدحك عليه أحد. غاية صعبة بس ممكن. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يستريح له أنما إذا رأيتك من أشوفك أستريح. الإمام الصادق هواي عند أصحاب هواي هم أكو بيهم زينين. كم واحد أمثال هؤلاء يستريح لشكل أبي حمد الثمالي؟ هذا كنيته أبو حمد. بالعربية أحيانا الكنية تصير اسم للشخص، أحيانا لا كنية. هذا كنيته أبو حمد بس صار معروف بكنيته، اسمه ثابت أبو حمد الثمالي. يعني إذا أردت في كتب الرجال تبحث عنه في أبو حمد مثل يقول في ثابت، ثابت اسمه ثابت بن دينار أبو حمد الثمالي. الإمام الصادق يستريح لشكل أبي حمد، لطول أبي حمد، لعمر أبي حمد، لفلوس أبي حمد، للسان أبي حمد، أنه من طيف أو مو من طيف كذا. لا، يستريح لنية أبي حمد، لإخلاص أبي حمد. هذه العقبة الكؤوس، تجاوزها مهواية صعب أما ماكو شارع. بعد لحظات أو أيام أو سنوات كل حسب عمره واحد ينتقل إلى الآخر ويتأثر. الآن أكو مجال، أكو حل، الإنسان شوي شوي يقدر يتقدم في هذا. في بعض الموارد يجب، في بعض الموارد يستحب، في بعض الموارد ينبغي أن يظهر الإنسان نفسه. في الروايات هم أكو جنابك تألف كتاب ما يخالف، اكتب اسمك على الكتاب حتى يوثق بكلامك، حتى يعرفون هذا الكلام منه، يطمئنون إليك. هذا كتب الشيخ الطوسي، كتب الشيخ المفيد، كتب المقدس الأرجويدي، كتب السيد بحر العلوم. لما ندري ألمن شلون نعتمد على كلمات أما لكي يعتمدون عليك، مو لكي أري نفسي وتري نفسك. هذا فشي هواية دقيق وباللحظات يصعد وأسرع من رمشة العين وأسرع من لحظة العين. وأكون أفخ على النية، الشيطان شكل ينفخ، شهوات شكل، فلوس شكل تنفخ، أطعمة شكل تنفخ، والأكل شكل ينفخ، نبرج الدنيا وزينتها شكل ينفخ، نفخ نفخ من كل مكان. واحد يريد، واحد على الجبل واقف وعواصي يوقف، يقدر يوقف، يريد الانتفاض لحظة يغفل وسقط راح. هذول اللي اصطدام سيارات تصير والعياذ بالله وياهم، يوقع من المكان لحظة أقل من نصف ثانية أحيانا، يعني الامتداد الزمني أحيانا أقل من نصف ثانية. ثانية شلون؟ شقد تك تك، هذا التك شقد أقل من لحظة. يوقع طول حياته، يوقع طول حياته لحظة يوقع وشوكة دخلت في عينه والعياذ بالله، طول حياته عينه. النية هالشكل حساسة جدا. ممكن ناس في التاريخ في هوة الشقاوة صاروا من خيارة السعادة، وبالعكس والعياذ بالله. هذا ممكن. اللهم وفر، هاي نيتي إلهي، أنت صن، أنت احفظ نيتي أنا بدون
الاعتماد عليك ما اقدر اصلا ما اقدر هسه الهي اللي صنت نيتي في اي درجة الهي انت هم كملني خليني اصعد الهي وفر بلطفك مو بخلاقيتك مو بغفاريتك لدقائق كلمات أهل البيت صلوات الله عليه وسلم مو بعلمك بلطفك اللطف كما تقدم في البحث السابق بمعنى الدقة لأن النية أدق شيء أدق شيء أدق شيء في الإنسان نية هاي النظرة هاي اللحظة الإنسان خلال ساعة كم مرة يرمش عينه هو مو منتبه أوتوماتيكي إذا يوجه التفاته ينتبه يقدر يحسب كم مرة يرمش عينه أما مو منتبه الإنسان من يحكي سطر يحكي سطرين مو منتبه هاي الحروف واحدة ورا الأخرى واحد حرف وراء آخر يسطر الحروف ويرتب الكلمات ويرتب الجمل ويعبر عن نفسه المعنى إلى الطرف أما إذا يريد ينتبه يقدر يخلي باله ينتبه على الحروف اللي يتلفظ النية أدق منها النية أدق من هذه بحاجة إلى لطف إلهي دقة الله وبحاجة إلى فضل إلهي لطف بمعنى الفضل إلهي بدقتك وبفضلك صن نيتي وكمل نيتي أسأل الله ببركة الإمام زين العابدين صلوات الله عليه لهذا الدعاء دعاء مكارم الأخلاق من ضمن أدعية الإمام وهذه الأيام منسوبة إلى الإمام زين العابدين باعتبار ما هو المعروف في شهادته صلوات الله وسلامه عليه في 25 من محرم الحرام أسأل الله ببركة الإمام زين العابدين أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى للتوجه إلى النية وللإلحاح إلى الله وإلى أهل البيت في هذا المجال وليتفضل الله سبحانه وتعالى علينا بإجابة هذه الجملة من الدعاء اللهم وفر بلطفك نيتي صلى الله على محمد وعلى آله اللهم صل على محمد